اهلا وسهلا بكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله نعمل مع بعض وصفتين جداد. اول واحده هتكون فراخ بالروزماري والصوص الطماطم والمكرونه، وتاني وصفه هتكون كيك قرع العسل مع شتروسل بالشوكليت شيبس. نبتدي بالدجاج اللي بالروزماري. عندنا 3 معالق كبيرة زبدة، 2 معلقة كبيرة صلصة طماطم، 6 فصوص ثوم مبشورة ناعمة، 1 معلقة صغيرة تشيلي أو شطة مجففة، 1 معلقة أو 1 عود روزماري مفروم، 1/2 كوب مرق الدجاج، 1 كيلو أوراك دجاج مخلية، 1 كان طماطم مع الصوص اللي فيه، وعندنا طبعا ملح حسب التذوق بتاعنا، و 400 جرام فيتوتشيني تكون مسلوقة، وعندنا جبنة رومي مبشورة للتقديم. أول حاجة نعملها هحط الزبدة على النار وهحط معاها الفراخ. عايزين نشوح الفراخ تشويحة سريعة على النار، وأول بس ما تبتدي اللون بتاعها يبيض شوية هحط الصلصة وأقلبها معاها شوية. عايزين الطعم اللي ممكن يكون مز في الصلصة ما يبقاش موجود، والتشويح بيساعد ان الطعم ده يروح. هحط الثوم، الشطة، الروزماري والملح، هقلبهم مع بعض تقليبة كمان. وبعد كده هحط الطماطم اللي في الكان، وهو هيتهرى لوحده في مع الحرارة، مش محتاجة أضربه من قبلها. وكمان أحط المرق. أوكي، دلوقتي هنهدي النار خالص، أنقلها على نار هادية وهغطيها، وهنسيبها مدة طويلة على النار. احنا عايزين الفراخ تقريبا تتهرى مننا تماما، انا عايزة الفراخ تتهرى. فطبعا هتقعد على النار حوالي ساعة واكتر، وهتبقى بالشكل ده. هنحطها في الطاسة. هجيب شوكتين، وهي برجع أسخنها مرة تانية في الطاسة. هبتدي زي ما احنا شايفين هي مهرية قد ايه، هبتدي أقطعها كده حتت صغيرة بالشوكة، مش محتاجين احنا نقطعها تسوية يعني بطريقة بسكينة كويس، لا، هي هتبقى كده مهرية مع الصوص. زي ما قلنا طبعا هتاخد حوالي ساعة على النار تتهرى خالص بالطريقة اللي احنا شايفينها دي، هي مش مستحملة التقطيع بالشوكة، بتتفرط كده على طول. اوكي، ودلوقتي هحط معاها المكرونة ويسخنوا مع بعض على النار. طبعا نقلب وهم بيسخنوا كده عشان ايه المكرونة تتشرب بطعم الصوص. عايزين بس الفراخ ترجع تسخن تاني والمكرونة ترجع تسخن تاني. طبعا لو احنا بنسلق المكرونة في ساعتها هتبقى سخنة على طول، ولو حسينا ان الصوص محتاج
شوية مية زيادة يتخفف الصوص ده كويس، لكن لو احتاجنا ممكن نزود شوية مية من المية اللي سلقنا فيها المكرونة. اوكي ابتدت تسخن، هقرب طبق التقديم. ونحط الباقي فوق الوش. نوزع الصوص اللي فوق الوش حلو، وبعدين طبعا هننظف الطبق. واخر حاجة هنحط الجبنة المبشورة، ممكن تبقى رومي ممكن تبقى بارميزان زي ما احنا عايزين. واللي يحب ممكن يحط شوية من الجبنة برضو مع الصوص نفسه مش بس من فوق الوش، ورشة بقدونس صغيرة خالص تديها بس لون اخضر حلو. وبكده نكون خلصنا أول وصفة اللي هي الفراخ بطعم الروزماري مع المكرونة وصوص الطماطم، وطبخنا الفراخ لحد ما تهرت خالص وبعدين قدمناها مع المكرونة. ودلوقتي نطلع فاصل إن شاء الله ونرجع مع بعض نعمل كيك قرع العسل مع شتروسل الشوكليت شيبس. اهلا وسهلا بكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض كيك قرع العسل وشتروسل الشوكليت شيبس. بالنسبه للشتروسل عندنا ربع كوب سكر بني فاتح، ربع كوب سكر بني غامق، ربع كوب عين جمل يكون مجروش، عندنا واحد معلقه صغيره قرفه، ربع معلقه صغيره جنزبيل، نص معلقه صغيره زبده، وربع كوب شوكليت شيبس داكنه. بالنسبة للكيك عندنا 1.5 كوب دقيق، 1 معلقة صغيرة قرفة، 0.5 معلقة صغيرة بيكنج سودا، 3/4 معلقة صغيرة ملح، 0.5 كوب سكر، 0.5 كوب سكر بني فاتح، 100 جرام زبدة، 2 بيضة، 0.5 كوب قرع عسل بيوريه، و 1 معلقة صغيرة فانيليا. هنبتدي بالكيك، هنضرب الزبدة مع نوعين السكر. احط كل المقادير الجافه مع الدقيق، عندنا قرفه وملح وبيكنج باودر، وعندنا وحطيت الفانيليا مع البيض. هبتدي اضرب الزبده مع مع نوعين السكر، وبعدين هحط البيض واحده واحده. هنزل اي زبدة لازقة في الجنب واخلطهم مرة تانية مع بعض عشان المقادير تبقى اختلطت ببعض كويس. اوكي هحط البيوريه قرع العسل
والدقيق مع الملح بيكنج باودر والقرفة، ونخلطهم مع بعض. اوكي كده خليط الكيك جاهز. هاخد الخليط واحطه في قالب الكيك او الرينج اللي هستعمله، وهفرد الكيك فيه. نيجي دلوقتي نعمل الشتروسل. هنحط المقادير كلها في بول. حطيت عين الجمل، نوعين السكر، القرفة، الشوكليت شيبس والجنزبيل، ونحط معاهم الزبدة. ونخلطهم مع بعض. وبعدين هجيب البول جنب الكيك وابتدي افرد الشتروسل، نحط كله ونفرده بالتساوي على الكيك. ودلوقتي هدخله الفرن على درجة حرارة 160، وهتقعد في الفرن حوالي 40 دقيقة. وده بيكون شكل الكيك، كيك قرع العسل مع شتروسل بالشوكليت شيبس. وبكده نكون خلصنا وصفات حلقة النهاردة. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله إن شاء الله.